عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال يا رب. كما كتشوفوا هذا اول فيديو سعد وي لا من لي فيديو اللي غتدخل معايا وغتهضر فيه، حيت سعد غالبا ما كيبغيش يهضر. كيفاش يهضر وشنو كيفاش يدير فيديوهات صافي؟ مي بون اليوم داير لي خاطري هادشي من بين الاشياء اللي غنهضروا عليهم ليكسبيريونس ديالنا. كنت قلت خاصك دير الخاطر اكزاكتومون من عمرك ما درتيش ليا الخاطر اللي مغدير. دونك سي بون اليوم دار لي خاطري ودخل معايا في هاد الفيديو. بغينا نديرو لكم فيديو على ليكسبيريونس ديالنا من بعد و... يعني قبل وبعد الزواج. دونك شنو هما الاشياء اللي تبدلوا في حياتنا، شنو هما الاشياء الزوينين الاشياء السلبيه، واكيد غادي تكون عندك اكسبيريونس ديالنا يعني ما جينيراليزيوهاش، راه كلشي كيبقى على حسب لا بيرسون اللي نتوما يعني تعرفتوا عليه اي تو. دونك دات ات ونبداو لا فيديو ديالنا و انسو سعد هو نبداو مع هاجر هي الاولى. اوكي دونك بعدا غير بغيت نقول لكم تلفزيوني مازال لابسه القطره، حيت يلا تصورت لكم واحد الفيديو اللي غيكون غيتحط غتكون شفتو قبل من هاد الفيديو. هذا لابسه القطره مسكين عاجبها الحال باوي عجبني الحال تعجبني هادشي تراديسيونيل كيبقى لابسه شال والله العظيم. شوف حنا نخوت نهضروا حتى غادي يطيح الليل، حنا معاهم في الليل، حنا شتو معاهم اليوم شي وحتى الاناره تعكست معايا من رجعت من المغرب ما عرفت فين ندرس هذاك الشيء. اوكي دونك غادي نهضروا معاكم على حساب ليكسبيريونس ديالنا قبل وبعد الزواج. بالنسبه لي انا بزاف ديال الحاجات اللي تغيروا في الزواج اكثرهم حاجات ايجابيه، ولكن جو كوا نبدا لهم بالاشياء السلبيه. كيفاش بداو الناس بالايجابيه هي السلبيه عاد من بعد كتقول الايجابيه باش هكا تيبقى عندهم فكره زوينه في الاخر. اما انت عطيتيهم من الاول الايجابيه ومن بعد قلتي السلبيه غير انا عندي الايجابيه ما عنديش السلبيه صراحه نقول انا ماشي زعما شي حاجه سلبيه، انا غير شي حاجات صغيورين بحال مثلا ما كيبقاش عندك لو دووا، ان ماشي زعما ما كيبقاش عندك لو دووا، ولكن ما كتبقاش مثلا انا كنهضر مع صاحبتي كنقول لها فوالا اجي قلت عندي شحال ما جلستي سي بون نو، حيت ما بقاتش داري بوحدي يعني الدار ديالنا حنا بزوجنا او او ميم طون يعني حتى بالنسبه لسعد مثلا كيبغي يبقى جالس مرتاح المهم جون زعما يعني ما يمكنش انا نجي ونقول لواحد صاحبتي مثلا غتجي تجلس عندي مده طويله بحال شحال هذه مثلا كان عندي عادي حتى بالنسبه بال... كلشي، لان مثلا غتجي عندي بنت انا غادي نلبس فراحتي كيف ما بغيت في الدار، ولكن بالنسبه لسعد مثلا ما غاديش يكون مرتاح قدامها كيف حال الحياه العاديه و سي لا ميم شوز يعني بالنسبه ليا. دونك هاد الكوتي هذا يعني تيتغير ماشي بحال شحال هادي، وحتى او نيفو ديال العائله التعامل كيتغير بزاف، ما كيبقاش بحال ملي كنتي شحال هادي يعني ما مزوجاش ايتو. لاحظت سيرتو هاد المره هادي ملي مشيت للمغرب لاحظت فرق كبير، انا يعني ملي في الدار فريمون مشى شويه مع بس تحب راسك باقا صغيره زعما ورا كبرتي دابا شفتي صافي صافي تحس براسك فريمون كبرتي مشيتي في اون اوتر فاز ديال الحياه. مي بون هادي هي سنه الحياه ايتو تيوليو عندك بليس دو ريسبونسابيلتي بارابور لقبل، مي هادشي ما كاين. انا كنت حاجه ايجابيه كنت كنت سعيد خديتيهم ليا درت حطيتيهم انا ما كنوطيش واحد الحاجه كنت كتنوطيش واه باش ما ننساش واحد الحاجه انه هادي صراحه تنظن بوان سلبيه ديال سعد ماشي ليا انا، ولكن انا غادي نهضر عليها هي ان الواحد ما كيبقاش قادر ينعس فوقاش ما بغا. انا بالعكس انا دابا تورغانيزيت في الناس صراحه بغيت اورغانيزي شحال هذا كنت نصاب بزاف دابا وليت اورغانيزي في الناس وهادشي كان ايجابي بوغ موا صراحه وليت نفيق بكري نفيق بكري ونتناس بكري سي بيان حيت يعني انا وسعد مي عاوتاني تناس بكري واش بقى ناعس الصباح بحال شي ناس شويه ماشي ديما حشمة عليك نو نو هادشي طون 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 نو 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 ما تحطش عليا الباط الله يرحم الوالدين دو طون زون طون، ولكن ما نكذبش عليكم حيت ديغنييغمون حنا حتى لو 28 كانوا عندنا با مال دو ريسبونسابيليتي، ابخي لو 28 خديت راحتي لان قبل كانوا عندي بزاف ديال ريسبونسابيليتي ودابا وليت كنحس براسي مرتاحة أكثر ما كنفكرش بزاف ديال الحاجات. راه باينة من القفطان صافي دونك
هادشي يعني فيما يخص النعاس اكيد ما كتبقاش خصك تنعسوا يعني في نفس الوقت وتفيقوا في نفس الوقت باش تكون عندكم حياه ماشي ديما الصراحه ضروري كيكون عندك واحد الكوتي بريفي في حياتك زعما ضروري شي نهار تنعسي وقت ما بقيتي ولا هي تنعس وقت ما بقات وديك بارتي بريفي خاصها تكون هذيك اللي كتنظم الحياه الزوجيه بيان سور خاص تبقى عندك اون بارتي بريفي ولكن في النعاس حياتك بريفي ديك بارتي هذيك ضروري خاص الزواج يكون فاهمين عليها اسيتي كاين واحد تمشي كيعيش شويه حياته كيدير داكشي اللي بغا كيتنفس شويه ابري كيولي دابا يقدر يتنفس يقدر يسافر عند صحابه ويقدر يدير اللي بغا ماشي صافي حنا غير في الدار ولكن في الدار انا جو كرو كو سي ميو يكونوا تنعسوا في نفس الوقيته وتفيقوا في نفس الوقيته سينو حتى يعني لوطخ بغا ينعس في توقيت اخر فيعني خصو فريمون يحترم لوطخ وما يدير لا صداع لا والو لا تقرقيب سورتو بارابور بالنسبه لي انا مثلا ما كيعجبنيش يقدر غير تقرقب شي حاجه دغيا كنفيق تيمشي واخا تقرقب عليها ما كتفيقش والله تتكذب واخا تخبط عليها لا تسخيل ماشي تكذب واش نكذب باش انا نكذب والله تتكذب يا لا يا حلف بالله حلف بالله واش يبقى نحلف على الله على والله العظيم غتبينك بحالي انا اللي كنكذب انا والله العظيم ما قلتش عليكم انا مثلا انت اللي دازت في البالكون بقيت تهضر في التليفون سي بون تخسر لي النعاس كنوض تنوض المزاج ما زوينش بار احسن حاجه كنفيقك خاصك تفيقي تخدمي واحد تفيقي يتحرك وي مي بون واحد الوقيته باغي تنعس فيها راك سي فغي ما محتاجش تنعس فيها دونك سي بيان يعني نعس خليتيش مشي ياك زدت ندوز الحاجات الايجابيه غنجيبو لهم الملل سي بون غنخدعوهم من الزواج غنبانو لهم تنتفاقرو لا هو هو الزواج الصراحه على حساب كل واحد كل واحد شنو كيبان لي في الزواج كاين اللي كيبان لي شي حاجه زوينه كاين اللي كيبان لي شي حاجه خايبه كاين اللي كيبغي يبقى بوحدو كاين اللي كيبغي يكون مع شي انسان كيبغي وكيرتاح ليه واش من الاشياء انا اللي كنبغي نلقيت الانسان اللي كيرتاح لي ومزيان معاه سي بون فوالا صافي شي بحال هكا خواتي كنهضر في شويه على حساب التليفون يبقى با كابتي وما درتش ما درتش الميكرو انا اللي بغيت نقول لكم حتى على الاشياء زعما الايجابيه هو انه اكيد كتولي مع الانسان اللي كتبغيه تحت نفس السقف انا بارابور لقبل يعني ما كنتش كنتحمل نكون مع اشخاص اخرين يعني في نفس الدار لمده طويله لكن دابا مع سات سي ديفيرون باسكو يعني سي لا بيرسون اللي كنبغي والانسان اللي باغي نكمل مع حياتي واصلا يعني تنتفاهموا بزاف ديال الحاجات دونك سا طوم بيان اننا نكونوا مزوجين وعايشين في نفس الدار وحتى على الاشغال المنزليه سايد باسكو يعني تنتعاونوا مع بعضنا البعض ما كتبقاش دير هذاك الشيء غير بوحدك وحتى بالنسبه للخدمه فيكو حنا يعني في نفس لو دومين وتقدر يعني تكون فيها حتى لو بغيتي ما شويه بعد الصراحه وي مي زعما كنا في نفس لو دومين مزيان يعني دابا يعني كل واحد شد الطريق مي قرينا نفس القرايه وكل شيء عندنا اهداف اللي مقاربه باغي نخدموا في دومين اللي طالون دات داش في ديال صداق دونك حتى لو دومين ديالنا ديال الخدمه دونك قريب عندنا اهداف اللي متقاربه يعني كنتعاونوا على اهدافنا اكثر ومشيت كنت قطعت الفيديو على حساب داسكران وكنصدع دونك حتى بالنسبه يعني تتحس براسك بروتيجي باغ اون اوتر بيرسون كتحس براسك بالنسبه لي انا يعني كتحس باون بيرسون اللي انا ما بروتيجي اخوتي كتسمع شي تقرقي في الليل كتقول لي سير شوف كنتي تشوف ابري كتقول كازار اش تقولي لي ماشي على داكشي انا قلت نتبعك زعما واش تبغي نتبعك واش بغيت نتبعك والله نو مي هذاك النهار فاش كان شو سميتو ما نعاود والو والله لا يضحكوا علينا داكا دونك عندك حساب بالنسبه ل يعني تتحس براسك بروتيجي باغ اون اوتر بيرسون ماشي غير يعني حتى ملي كتخرج كتحس اون بيرسون لي كيفكر فيك اون بيرسون لي باغي لك مصلحتك اون بيرسون لي يعني كيفكر فيك يكون واحد كيسيبورتيك صراحه في كلشي داكشي اللي كتبغي انت كبوحدك زعما يعني خاص الاخر يكون يسيبورتيك فيه غير بالهضره على الاقل حتى لو ما قلتش يدير معاك شي حاجه غير بالهضره واللي يصاي معاك شي حوايج يساعدك في شي حوايج ينظم معاك وقتك يدير معاك شي حوايج فهمتي او فوالا دابا هو راه كيهضر
راك فاهم والله الا كنفهمك زعما اليوتيوب انت دابا مثلا انا كيعجبني اليوتيوب دونك سي دو طون سون طون كيعاوني زعما بافكار كيسيبورتيني كيجلس دابا حدايا داير لي حاجه راه كنسيبورتيك شي حوايج ماشي كذلك صراحه بيان سور حتى لا انا هضر لي زعما الايجابيات يعني خاص اخرين يسيبورتي والاخر يعني الزوج يسيبورتي زوجته والزوج يسيبورتي زوجته في كاع الحالات واخا غير بالهضره زوينه انا ما قديتيش زعما دير معاه حيت كاين شي حالات شي واحد ما تقدرش يدير شي حوايج مي على الاقل يسيبورتيك بهضره زوينه موتيفيك يضحكك فهمتي يعني يبدل لك الجو ويدير لك بزاف ديال الحوايج فوالا وي اكزاكتومون يعني هادي سي شي حاجه اللي مهمه خاصكم تكونوا يعني تسوتونيو بعضكم البعض كتسيبورتيو بعضكم يعني في الحالات اللي يعني في جميع الحالات اللي طالعين وهابطين اكزاكتومون حيت ما غاديش راه دابا انا مثلا سعد زوج بيا راه شحال هادي مثلا كتشوفني غير في الحالات في اغلب الحالات انت كتشوفني مثلا في حالات زوينين ولكن ملي كتزوج راه بارفوا كدوز من حالات تتكون شويه مكتئب خاص لوطري سيبورتيك كتكون في واحد الوقيته مقلق يعني انا لاحظت ان يعني بالنسبه لسعد صراحه يعني بعد مرات واخا تنبدا شويه نحماق عليه في شي تصرفات شويه تي سيبورتيني يعني كيعرفني راني في تندوس دي بيريود دو ستريس اولا شي حاجه دونك تي زيد بيا قدام ماشي غير خاص واحد ديما يكون ستريسي الاخر كيهبط لي ستريس سينو سي با لا بان تكون مع داك البيرسون اللي ديما تم ستريسي وطالع لك قدام هو يزيد يطلع لك قدام وتحس براسك مرتاح احسن حاجه هي الراحه مع داك البيرسون تكون مرتاح فوالا بحال هاجر ها يلا هضري مع الناس دابا راه سبتمبر ولا عندك شي بوان بوزيتيف؟ كنهضر مع مرتين راه هضرت معاهم بزاف واحد الكوبل فوق حاضر ياك خليهم يسافتو جلستي حنا تيشوفو فينا جلستي كنهضرو غير بوحدنا مع الكاميرا مي بون هادشي ما كاين لي بوان بوزيتيف عرفتي انا كتولي ريسبونسابل كتولي بيان اورغانيزي في لافي ديالك كتولي انك تفكر بزاف ديال الحوايج خاصك ديرهم دي زوبجيكتيف تولي طموح تولي امبيسيو ما كتبقاش تفكر غير في شي حوايج هدرت ليك وهادشي صراحه تقدر ديرو حتى بلا زواج ماشي ضروري باش نقولوش غير الناس اللي غير ملي تيكون عندكم نفس غير كل واحد و... والاقل ديالو مع داك البيرسون كيتلاقى ملي تيكون عندكم يعني دي زوبجيكتيف كيما قلت لكم متقاربين ف تيبداو عندكم طموحات اكثر تتوليو تقدروا تمشيو بعيد اكثر يعني حتى بالنسبه لي بروجي بزاف ديال الافكار تقدروا فريمون تمشيو فيهم غابيدمون لان يعني انت بحال مثلا حنا انا جو سي انجينيور كنخدم في واحد على واحد البروجي يعني في نفس لو دومين ديالي وهو حتى هو يعني نفس الشيء فملي غادي نخدموا عليه بزوج ديال العقوله ماشي هو انا غير واحد فينا اللي غادي يخدم عليه دونك سي كلكو شوز دو بيان بون جينيرال يعني بالنسبه لي زاميتي ملي تيبقاو عندك واحد لا ليبرتي تهضر معاهم ويهضروا معاك في اي وقت تيوليو دي ريغل ما يمكنش يعني يجوا عندك وتمشي عندهم في الوقت اللي انت بغيتيه اكيد كتمشي كتسافر ولكن ماشي بنفس الريكورونس اللي كنتي كتسافر به قبل انا شحال هادي يعني كتعجبني فريمون في اي وقت نسافر ولكن دابا يعني تتولي في اي سفر كتفكر اكثر في الشخص اللي معاك انكم تسافروا اونصومبل وكتولي اكثر كتفكر انه يعني تسافر مع دوطخ كوبل باش هكا يعني كيكونوا سفريات احسن ولكن اكيد حتى السفريات يعني مع الاصدقاء ديالك اللي ما تيكونوش اونكو حتى هما تيكونوا زوينين غير هما ما كيبقاوش بنفس لا فريكونس ديال قبل عفوا ماشي ريكورونس فريكونس دونك هادشي بالنسبه ليا و باغي شي حاجه لا ماشي ايدي شي بون بوزيتيف او لا شي بوزيتيف عليك زعما مثلا ياك كيف كان بدا سعد كيهضر بشوية يعني اللي بغا يربح العام طويل واحد بشوية عليه وديما كيربح ان شاء الله شوية فهمتي دابا لي بون بوزيتيف هي خاص واحد بون واحد تولي ريسبونسابل خاص يكون بيان اورغانيزي في الحياة ديالو وتا مع لي زامي ديالو كتولي اورغانيزي معاهم يعني كتولي تعلمهم تيعلموك كتبقى ديك لا ليبرتي ديالك في اي وقت دير شي حاجة مي هادي الصراحه خاص تكون انت تكون داب وحدك خاص تكون الصراحه ديما واحد يبلاني في اون افونس الناس باش هكا كتكون منظم راسك وصافي زعما وابخي خاص
التفاهم كلشي يكون فيها. اوكي هادشي ما كاين ما قل لا وقل. دونك هادشي اللي بغينا نقول لكم. واكيد سويتش تبقى اون ايتاب يعني في الحياه اللي يعني حسب تفكيرنا احنا ضروريه، ولكن اكيد كاينين دوطخ بيرسون اللي ما محتاجينش السواج يقدروا يعني يعيشوا غير بوحدهم. ولكن بالنسبه لنا احنا تنشوفوا ان الزواج يعني شي حاجه اللي كانت مزيانه عاونتنا في حياتنا اننا نافونسيو، وان شاء الله غادي نافونسيو اكثر. مازالين عندنا دوطخ بروجي اللي باغي نخدموا عليهم اونصومبل، واشياء اللي اكيد خدامين عليهم، والحياه مازال قدامنا سير كتاب وتلاقينا في هذه الحياه. دونك حتى لو بغيتوا شي واحد بروجي اونصومبل وإن شاء الله. علاش؟ قلتي دي بروجي أنصوم ديالاش؟ دي بروجي دي بروجي بيرسونيل دي بروفيسيونيل. اش كيتهضر يا منى؟ وصل لي الحلقة خلاص. غنخلي هادشي. فانا والله إلا غنخلي. لا حيدي غير هاد الأنصوم حقاش طايفنا فيها. ماشي مشكل ماشي هذا هو الزواج سي با كاف. دونك هذا هو الزواج. هذا هو الزواج. انت غادي تهربي الناس من الزواج. هذا هو الزواج. دونك غادي نكمل ليكم فاش كنت كنهضر تلفتي. لا شوف شوف راه غير كتلفان ديال المرا مسكين سي بون تلفان ما نساش تبدي الورقه حمرا. نو ماشي بحال هكا باش واحد هو اللي كيهضر فهمتي بشويه وحيد الورقه. بعد حيد الورقه راه جو بارل ماتنو انت اللي قاطعتيني. ونسيتي يلا كمل كنت بغيت تختميها هاجا بخير شي باغي نختم ما بقيتش غادي نختم غندير حلقه اخرى دابا راه دايره واحد السباق ديال المسابقه ديال 15 فيديو ولا ما نعرف كل نهار فيديو فهمتي باهي كل مره واش تحاول تجرني حتى انا فهمتي نو نو صافي ما يعجبنيش هذا الفيديو معاك سي بون سي بون سي بون غادي نشوف واش غادي يعجب الناس حنا غنتخاصموا من مورا راه نفوينو لكم فيديو ديال الخاص امين غير تنضحكوا معاكم دونك بتات غير تنضحك سو نتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم والى فيديو قادم باذن الله. ما تنساوش انكم ديروا لايك وسبسكرايب للقناه اللي كنتو اول مره كتشوفوها. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وحاجه اللي كنت باغي نقولها لكم وعاد فكرتها، ملي تبغيو تزوجوا اكيد اختاروا الانسان اللي كتفاهموا معاه، الانسان اللي فريمون يعني عندكم نفس الافكار. ما تجيوش غير تزوجوا حيت هذا نصحكم به واحد الشخص اخر. وي اختاروا بيرسون اون فيت. وي اختاروا لا بيرسون تشوازي لا بيرسون ماشي تشوازي شي حاجه اخرى. ما تختارش يعني العمر ديالو ولا الفلوس ولا العائله ديالو ولا كيما كان. يعني اختار لا بيرسون هو كيف ما كان خاص تكون عارفه مزيان، يعني عارفه في خيبو الزوينه كيف ما كان. وما تنتظرش من الزواج راه غير حاجه سلبيه. لا المره الجايه هاجر راه تكتب ليكم كتاب ديال الزواج ياك هاجر سي بون. حنا صافي غنساليو هاد الفيديو. يلا تنهاو راسكم الى فيديو قادم. باي كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. انا بعدا كنبغيكم بزاف بزاف. يلا والسلام عليكم.